أخشان يبدو أن الأخ محمد من العراق سوف يجيب على سؤالك لأنه عاد معنا من جديد، هو على نعم، معنا على التليفون. أهلا أخ بك. محمد تفضل. ألو، مرحبا. مرحب بيك، أهلا أهلا بيك، تفضل. أهلا بك. مداخلة، يعني رد على كلام أستاذ شانت. يقول يعني الإسلام ديانة شيطانية وعبادة وثنية، هو قال هذا الكلام، بس أنا أقول له هو أشبه الإنسان، أشبه الإسلام ديانة أو عبادة وثنية. الإسلام حرم القتل، والإسلام حرم الزنا، والإسلام حرم السرقة، والإسلام حرم الربا. تنطي غرض الواحد مو على المدربة، تنطيه في سبيل الله. بعدين الإسلام أمر بر الوالدين، والإسلام أمر باحترام الكبير، والإسلام أمر بالعطف على الصغير، والإسلام أمر المسلم يوفي بالعهد والميثاق، الإسلام أمر المسلم أنه يوفي الوزن والكيل للناس، والإسلام أمر أخير شيء الإسلام أمر الإنسان بتقوى الله، بعكس الديانة المسيحية اللي يتغرر بالإنسان، افعل ما شئت وسوي ما شئت وذنوبك وخطاياك مغفورة كلها. وشكرا. لا، انت خليك على الخط محمد، خليك، ما يا ريت ما حتى تجاوبني، لا تسد التليفون اذا تسمح لي محمد حبيبي، خليك على الخط اذا ممكن. هو معاك، هو سمعك. اوكي طيب، اسمعني، خليني ناخذ خطوه خطوه. انت قلت الاسلام ما لم يامر بالقتل، هو لعد الايه اللي تقول قاتل الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، هاي شلون يعني قاتلوهم؟ يعني شلون يقاتلوهم بالخواشيق والشفاشير؟ لو يعني يقاتلوهم من يعني بيش يقاتلوهم؟ اردفتهم يقاتلوهم بيش؟ اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وقعدوا لهم وكل مرصد، هاي وحده. بعدين تقول الاسلام امر في بر الوالدين. خليني اذكر لك حادثه نزلت على وضعها ايه قرانيه على بر الوالدين. اسمع مني، أبو عبيدة بن عامر عبد الله الجراح، أبو عبيدة الجراح قتل أباه يوم بدر، ماشي، قتل أباه يوم بدر، وعبد الرحمن وأبو بكر هم بقتل ابنه عبد الرحمن، أبو بكر الصديق هم ما أعرف أبو بكر أصلا هو ما شارك في بدر، بس ما أعرف كيف هيك ذكرت، المهم مو موضوعي. أبو بكر يقول هم بقتل ابنه الرحمن عبد الرحمن، ماشي، وأيضا اللي قتل أخوه مصعب بن عمير، قتل أخوه عبيد بن عمير، يعني في موقع أول معركة بالإسلام واحد قتل أخوه، واحد قتل أبوه، وواحد راد يقتل ابنه اللي هو أبو بكر. خليني أقول لك شيء، محمد لما كان يأخذ اللي قتله ويرموهم رمي الكلاب، ماشي، كان بيرموهم، تعرف هذه النقطة ولا لا؟ ما بتعرفه يمكن. وهو بيرمي أبو عبيدة بن الجراح، هو بيبدي يرمي أبوه، لان قلبه على أبوه، فمحمد يقول له ها رقيت حنيت على أبوك. هذه نقطة. محمد لما راح في سورة الأحقاف 29 إلى أهل ثقيف وبعدين ضربوه بالحجارة لأنه ما شافوا واحد بهالأخلاق، واحد جاي يسأل ناس أغراب تعالوا عينوني على قتال أهلي، هذه هي الأخلاق اللي تتكلم عنها حضرتك؟ يعني ما أعرف إذا أنا بعدك على الخط، يا ريت تجاوب. لا، انقطع الاتصال للأسف، لكن هو لو رجع تاني يكون كويس.